السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة. سمحوا لي غبت عليكم واحد شوية نظرا للظروف، داكشي علاش مع الخدمة والدار راكو عارفين يعني فريمون ما كان ساليوش، ولكن فاش كيكون وقيت إلا وكان تفكركم بشي فيديو اللي كيفيدكم كل يوم في داركم. اليوم جيت نهضر خصوصا مع السيدات لي فام، الناس بزاف اللي كيحيروا اش من نوع ديال منع الحمل لا بيلول اللي ياخذوا تكون زوينه وتكون خفيفه على ذاتهم ما دير لهمش اعراض جانبيه. هادشي علاش هاد التساؤل كيتطرح علينا بزاف في الدومين ديالنا. دونك اليوم اختاريت هذا هو الموضوع اللي نهضر عليه ونصح كل سيده بلو برودوي اللي غتاخد ويكون خفيف على ذاتها. كما كتعرفوا ان موانع الحمل كلها وعندها اضرار، كلها عندها بزاف ديال السلبيات مع الوقت. داكشي علاش اليوم جيت نهضر لكم على هاد الموضوع. جبت لكم جوج الانواع ديال لابولول، موانع الحمل. جبت السيده العاديه اللي كتاخدو شاك جوغ كمانع للحمل، والسيده المرضعه. المرضعه كذلك كتحير في لابولول اللي غيناسبها، وبزاف د السيدات كيتشمتوا اولا يعني كيوقع حامل وهما كياخذوا لابولول. دونك كتكون طريقه خاطئه، اما ما استشروش مع الطبيب ديالهم اولا مع الصيدلي ديالهم. دونك كتكون نتيجه اللي صراحه الله ما كيفرحولهاش بزاف ديال الامهات. دونك اليوم باش هنبدا لكم لابولول وغنهضر مع السيدات العاديات اللي كتاخذ موانع الحمل غير مرضعه ما كترضعش. جبت لكم هاد الانواع، عندنا اشومات، بيليس، جاسمين، اي ميرسيلون. هادو من بين موانع الحمل اللي معروفين وما عندهمش شي اضرار، ما كيديروا لا دوخه لا تقيه لا حتى شي حاجه. الا كيديروها كيديروها لعند بعض الفئه، فئه قليله، وكتلقاها هي في لا بيريود الاولى فاش كتبدا هاد منع الحمل. راه مع الوقت ما كيبقاش يدير دوك الاعراض. دونك سيداتي ضروري في لا بروميير اي لا دوزيام سيمين تصبري شويه، حيت على حيت راكي دخلتي واحد الهرمون للذات ديالك، دونك ضروري ما هيعطي شي ايفي ثاني. والاغلبيه السيدات ما شاء الله كيوافقهم وما كيدير لهم حتى شي اعراض جانبيه. عندنا هاد دو بيلول، جاسمين اي جاسمين باردون اي بيليس، هادو راهم نفس الدواء جاسمين اي بيليس. في الاول كان جاسمين هو الوحيد اللي كاين في هاد لي بيلول، غزال زوين بزاف صراحه الله، كنهضر عليه بواحد الثقه. يعني جاسمين غزال غزال، الثمن ديالو 100 درهم 100 درهم. مده هو كاين هي جاسمين في هاد الدوايات، هذا في هاد النوع ديال الدواء كاين غير هذا غير جاسمين. ابري شركه خرجات واحد الدواء اخر، هاد الشركه بيليس سماتو بيليس، ولكن راه نفس المونيكول ديال جاسمين، يعني هادو راهم خوت. الناس اللي موالفين بجاسمين راه حتى بيليس غيوافقو. دونك غتصدقي مقتصده 30 درهم جاسمين ايبيليس لا ميم شوز، بحال بحال. جاسمين 100 درهم هذا 70 درهم، دونك تقتصدي 30 درهم في الشهر. ها حنا دزنا من هاد لابولول هادو، هادو 70 درهم كيعوض جاسمين ب 100 درهم. غزال افيكاس، هادو زويونين ما تخافيش، ما كيديروا لا دوخه لا تقيه لا حتى شي حاجه. انا شخصيا كناخذ بيليس، شحال هادي كنت كناخذ جاسمين، فاش خرج بيليس هادي راه شي 2 تكون عامين صراحه الله وفقني بزاف، ما كيدير لا لي طاش في الوجه، ما كيدير لا دوخه لا تقيه لا حتى شي حاجه. كتستعمليه في اول مره فاش غتبداي، يلا غتبداي اول مره يلا غتزوجي اولا يلا بغيتي تبداي لابولول،
كتبداي اما لو بروميي جور لو دوزيام او بيان لو ترويزيام جور دي ريغل. نهار تجيك الدم كتبداي هي اما نهار الاول يا اما نهار الثاني يا اما نهار الثالث كتمشي عليه. فاش كتسالي لا باكيت كلها جاسمين ما كتحلش مي هادي كتحل. انا نشرح لكم كما كتشوفوا وفيه لي جوغ هنايا راه فيه لي جوغ لاندي ماردي ميركودي جودي فوندرودي سامدي ديمونش راه فيه لي جوغ. مثلا جاتك اليوم لي ريغل شنو اليوم؟ اليوم الجمعه نمشي للحب هاد الجمعه ونمشي انا ماشا هكا. فاش توصلي لهنا عاد ترجعي لهاد وراه فيهم لي جوغ. علاش هاد لا فاسون هادي سيداتي؟ باش مثلا اليوم الجمعه شربتيها غدا السبت نسيتي الحد تمشي. فاش تمشي تشربي ديال ديمونش تلقاي انك ما شربتيش سامدي دونك اوتوماتيكمون غديري شي وقايه البريزيرفاتيف اولا. دونك ما تقيش يعني تعاشري الزوج ديالك وانتيا ما واخداش لابيلين ديال سامدي. هنا ممكن يوقع حمل. هاد لي جوغ حافظوا عليهم هاد لي جوغ حافظوا على لابيلين تاخدوها في نفس النهار فوندرودي سامدي ديمونش. مثلا اليوم الخميس مثلا تبدايها في الخميس وغتمشي نسيتيها شي نهار راه غتجبري انك البارح ما خديتيهاش دونك اوتوماتيكمون غديري وقايه وحده اخرى. هذه الطريقه الصحيحه ديال لابيلين باش ما كتوقعيش في شي خطا. بالنسبه للجاسمين راه حتى هي لا ميم شوز حتى هي فيها لي جوغ مكتوبين وداكشي غير هي مسدوده ما عنديش كي ندير نحلها داكشي. علاش هاد ميرسيلون اسيومات حتى هما زويونين حتى هما خفيفين على الدات ديالنا خفيفين كنقصد بها على الدات ديالنا ماشي خفيفين في الفعاليه. هادو كيتخادو لو ترويزيام جوغ دي ريغل نهار تجيك الدم نهار الثالث غتبدايها وغتكمليها كلها حتى هي بحال جاسمين كتحبسيها 7 ايام نهار الثامن كتبداي لابوات جديده. هذا هو الاستعمال الصحيح ديالها باش رحنا كنشربوها وما كضرش صراحه الله الحمد لله ما دايره حتى شي اعراض. وهادو علاش كنقول لكم خفافين انهم ماشي بحال هادوك لي بيلو العاديين. مثلا خديتيها راه كتشد كتجبري صعوبه في الحمل وداكشي نو هادو ما تخافيش منهم. دابا ندوز بالنسبه لافام المرضع اللي كترضع السيده اللي كترضع كاين بزاف ديال لي برودوي. انا جيت نهضر على هادو عندنا سيغازيت اوركيز اي ديزيريت هادو زويونين بالنسبه للسيده المرضعه. الاستعمال ديالهم سيداتي هادي فيها 28 حبه هادي ما كتحبسش. هادو فاش كتبدايهم ما كتحبسيهمش ماشي بحال هادو كيتحبسوا 7 ايام نهار الثامن عاد كتبداي لا بلاكيت الثانيه نو. هادو ما عنديش كي ندير نوري لكم حيت كما كتشوفوا هادي هي لا بوشيت ديالهم الدخلانيه. هادي بعدا سيغازيت سيغازيت زوينه سيغازيت زوينه انا جربتها في الرضاعه ديالي يعني زوينه ما كدير لا دوخه لا تقيه لا حتى شي حاجه وما كتشمتكش الصراحه الله. خاصك تاخديها شاك جوغ ما تحبسيهاش نهائيا. هادي رقم واحد. هادو حتى هما زويونين وخفيفين. بالنسبه للحاجه اللي انا كيكون عندي فيها الشك عندها اضرار ومجهده على الذات وداكشي ما كنحطها لكمش نهضر عليها نهائيا كنيفيتيها. شفتي بيلي ما هضراش عليها انا هنا ايفيتيها يعني ما كلاش تهضري عليها. هادو كما كتشوفوا كلهم مغلفين حتى اوركيز حتى هي مغلفه. هادو كتكون معاهم لداخل فاش لرميتي هاد لابوشيت لرميتيها كتبقاي تستعملي غير في هادي كديري فيها ديك لابيلول ديالك. هادو سالينا منهم. بالنسبه لديزيغيت ديزيغيت راه بحالها بحال اوركيز نفس المواد نفس الدوغري كلشي. هادي اخت هادي ونفس لو بري كذلك 42 درهم. الاستعمال ديالها كذلك حتى هي بدون توقف كتبدايها ما كتحبسيهاش حتى كتنوي انك تبدلي لابيلي. جيت نصحح واحد المعلومه الناس اللي كيرضعوا كيقول لك مانع الحمل غتاخدي هذا الرضاعه 6 شهور وتحبسيه. هذه فكره خاطئه. تحبسيه الا كنتي غتفطمي رضاعه مثلا رضعتي 6 شهور وغتفطمي البزوله دونك غادي تبدلي لابيلي ديالك تمشي لابيلي العاديه اللي هضرنا عليهم من قبل.
اما الا انت مازال كترضعي وغتبدلي لابوليل، هذه مساله غير صحيه لا لصحه البيبي، صحه البيبي يعني. هذه انا ضد هذه الفكره انك تبدلي لابوليل، حيت لابوليل الاخرين مجهدين على البيبي ديالك. والثانيه انها كتنقص الحليب، هذه خاصنا نعرفوها، هادو كيخليو الحليب الاخرين كينقصوا الحليب. هادشي اللي اليوم جيت نفسر لكم، واي تساؤل مرحبا خليو لي كومونتير. وبالنسبه للناس اللي يعني ما فهموش شي حاجه او لا، انا راه الاشاره ديالهم يعني غير يقولوا لي الحاله ديالهم وداكشي وانا نشرح لكم كل شيء. شكرا بزاف على المتابعه، شكرا بزاف على الثقه ديالكم في ناديه فاغما. ديما الطريقه الصحيحه، البرودوي الصحيح، واي حاجه عندي فيها الشك كان ايفيتيها. شكرا بزاف على المتابعه مره اخرى.